يلا بلا ضحك بلا ضحك يلا يلا صرنا نحن 6 ويت 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 ستوب ستوب هلا بتزعلني صرنا 6 نحن ها وين 6 مين حاطه 3 انا حطيت 6 4 7 4 4 انت ما حدا غيرك حاط 7 4 7 4 يلا جو 7 5 حسبتها 7 5 يلا هذا عم يركز جايز بعتبرهم لهون ما بحسبها ما بتبرموها يلا شو اعطيني انا مش معك ويت واقف 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 ليك لحلك شغله انا ما بحب اللي انتبه هلا بنمزح بنتسلى اذا بده يصير في بوقف تمرين سعد بحكي له اعطيني اياها ما بحب انا بدي اياها بدنا نلعب مزبوط ما يعطيني اياها انتبه انتبه عم بقول لك اسمعني شو عم بقول لك حمد انت مفرق انا وي هافينج فان وعم نتسلى بس مش سقاله وهيدا طابتك بتجي مالي لانه ما بدي لا تغني بجورج وسوف ما تلعب يلا وقف تشينج واحد يجي هو هيك خلص خلص انا وقفت اتسلوا هاف فان لعبوا بلاي توجذر يلا يلا بلاي توجذر وقفنا تمرين يلا لا لا خلص خلص يلا كمل مالي مالي انا يلا بلاي العبوا 1 2 3 4 5 6 7 مين بده يلعب منكم جيم انا بدي العب بلاي العبوا 3 اون 3 يلا بلاي جيم هاي نلعبوا محمد ما بقى تجي على التمرين انت خلص اوكي يلا شوت سعد شوت لا ماتش ماتش اوكي ماتش جيم ماتش جيم يلا لا زدت انا قسمنا يلا قسمنا نلعب وحد يلعب مرتين او حاجه بس بلاش لا لا جيم خفيف جيم خفيف مش مشكله روقها انت دائما اياها ابو ادوني العادي انت بتجيبها لحالك بلا بلا سؤال دخلها مرقت لك اياها قبل شوي مزحت معي ما حبيت المزحه مرقت لك اياها وما عملت مشكله ما عادش تمزح خلاص انا هيك شو دخلت الموضوع اوكي هلا بحكي قبل شوي عرفت كيف؟ اوكي خيي انا ما حبيتها أوكي. بدي افرجيك الفرق بيني وبينك انت شو بتعمل اذا انا عملت لك شيء غلط وقفت على كتكوتك تتذكر ما انت قبل شو كمان بتغلط وبيجي بقول لك بيني وبينك مش قدام العالم بفضحك مش ما بتعمل حضرتك اولاد صغار تعال بقى الاولاد صغار ايه حط شعري بقى الاولاد صغار انا 4-0 عاد يضحك يضحك يا زهر اما هي قالتها مره انت ساعة بعد لما بمزح بمزح مع كبار مش صغار زيك يا زاهر احلى احلى عالم الواحد لا والله ال 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 انا والبنات عم بنقول لزاهر يا كتكوت الزعج هذا موضوع غير بس طب ليش زعلت؟ سؤال انا ما نهيت الموضوع فوق محمد اوكي انتهى انتهى الموضوع متى هلا بتهلا حكيت لي موضوع انا غير انت بدك تقول لي موضوع غير هذا هيدا موضوعك وموضوع الي اصطفل فنك له قلت لي بعدين بس انا موضوعي انا غير موضوعي غير قلت لك هذا موضوع غير غريب الصبي والله عادي عادي هيك طبيعي انه هو لا يعني انه هو مش هيك هو طبيعي حالته طبيعيه لزهر مالك طب ليه سؤال ليه قمت عادي احكي انه بدل ان انا احكي شو بدك تحكي احكي عرفت زي كيف انا عم بحكي عادي احكي عم بلعب بنمزح معه عرفتي انه نحن بنمزح مع ناس انه على اساس شيء مهضوم مع حدا مهضوم يعني على اساس بنقول له يا كتكوت ويا زهر الزعل قال ليش مش عارف هي ما قلت لك مره واحده انا قلت لك اوكي خلص وسكرنا الموضوع فوق اوكي انا حر انا رجعت فتحت مجنون انك رجعت فتحت موضوعي لانه انا عم بحكي موضوع انت بتقولي هذا موضوع ثاني وخشيت على موضوعك الحق علي محمد عفوا اهلا إذا بتزعل من لما مثلا أجي أقول لك يا كتكوت يا كتكوت يا كتكوت وتزعل معناته أنت والله معناته أنت مش مهضوم ولا 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 لك دخل بالهضامة كلها يعني لما إيش إشي عم مهضوم عم بحكي لك يا عادي يا كتكوت إذا جاي أنت بس عرفت شو قلت لي أوكي وقلت لي مش عارف شو على شو ليش شو يعني لأنه عم تعال لي كتكوت للصبح قول لي صرصور كمان بزعل منك انا على راحتك انا اليوم مودي انا ناس عم هيك بعرف محمد انا مودي اليوم ما انا معصب فاذا انت مودك اليوم انت انا والله مودي اليوم انا مودي وانا مالي قدام
شو بدك اكثر من اجيت قلت لك انا مود اليوم ما حلو يا محمد وسامحني خلص سامحتك حبيب قلبي والله مودك اليوم مش حلو اوكي سامحتك والله عشان عن جد والله اليوم والله والله بالعكس احنا اصحاب اذا لاحظت علي عن جد اليوم مود لا خلص هيك بعدين تعال نط بعيوني مثلا تعال شفت بمزح انا والله بحبك ما في شيء لك خي ما بس بدي حبيبي يا زهر بدي لما من شيء تعرف بدنا نداري بعض بسيطه شفتني مضايق شفت والله انبسطت خلص اعترفت لي كذا اعترفت قلت لي تعفوا تبينك هون خلص شفت زهر يعني بحب الواحد يعترف بشغله انه بجد غلط يعني مش عارف عنك بسيطه يا محمد خلص يلا بسيطه يا زينخ